عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. اذكروا الله وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا واحد من أهل الحرم، الله منعم عليه، وتاجر، وكان من ضمن النشاط التجاري اللي عنده تجارة العود، العود اللي هو الطيب. الرجل كان يسافر دائما إندونيسيا ويجيب بضاعته من هناك. عمره تقريبا حدود 67 سنة أو 66 سنة. أراد الله أن زوجته تمرض، وكان مرضها قوي جدا ومتعب، فكانت منومة في المستشفى أو كانت طريحة الفراش. عياله بارين فيه وبناته وقايمين بأموره، ولهم ولا قاصر من الأمور عليه شيء، ولكن مهما كانت دائما الظروف والأمور، الرجل يحتاج إلى زوجته، فيه أمور ما يفهمها إلا الزوجة. العيال أغفلوا الجانب هذا. يوم جاء ذاك اليوم سافر الرجال في رحلة لإندونيسيا علشان بيجيب له، وكان بيجيب له عود، وراح لأحد القرى في أحد المدن اللي مشهورة بزراعتها أشجار العود. طبعا معلومة، أشجار العود تزرع لمدة 50 إلى 60 إلى 70 سنة، يعني سنوات طويلة، فيزرعها الجد لولدة والحفيدة وهكذا لين تمشي النشاط هذا معاهم إلى ما لا نهاية. نقى الرجال الشجر اللي هو يبيه فئات، درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة، فاختار الشيء اللي هو يبيه، وأهل القرى هذولي هم نفسهم اللي يقصون ويقطعون وينظفون ويضبطون كل شيء. أثناء ما كان قاعد يشرف على الأمور هذه بنفسه ويشوف، لفت نظره في نفس الغابة هذه اللي مزروع الشجر فيها حرمة جالسة تصلي. فاستغرب الرجل وقام سأل المترجم اللي عنده، قال هذه وش الصلاة اللي تصليها؟ قال تصلي الضحى. كأن المرأة هذه دخلت في نفسه، فراح وسأل المترجم وقال له المرأة هذه وش تصلي؟ قال تصلي صلاة الضحى. قال طيب هي متزوجة ولا ما هي متزوجة؟ كأنه راح في نفسه منها شيء أعجب فيها. سألوا أبوها، قال لهم أبوها لا، يا أنها كانت متزوجة وتطلقت، أو أنها كانت متزوجة وتوفي زوجها، يعني ماني متأكد بالضبط أي الحالتين هي. قال لها طيب تزوجوني إياها؟ قال أبوها ما في مشكلة، إذا وافقت بنزوجك إياها، لكن وش اللي خلاك تخطبها؟ أو وش اللي خلاها تدخل في نفسك؟ قال والله أنا يوم شفتها تصلي ومحافظة على صلاتها أعجبت فيها. سألوا البنت، قالت ما في مشكلة، فأعطاهم المهر 5 أو 6 آلاف ريال وتزوجها، وكان بيجلس لها 15 يوم، جلس بدال 15 يوم شهر يشرف على شغله ويخلص أموره. بعد ما خلص الشهر رجع لديرته. استمر على الوضع هذا، كل ما خذ له فترة راح لإندونيسيا وجلس له فترة وزاد رجع. توفيت زوجته في الأثناء هذه. بعد ما توفيت زوجته استمر الرجال في رحلاته لإندونيسيا، يخلص أشغاله ويروح عند زوجته، وكثرت روحاته لهناك. بعد مدة مرض وتعب شوي، قام وكتب وصيته، وكتب في وصيته أنه عندي زوجة وفي إندونيسيا، وأنها لازم أنها تأخذ حقها من ورثه، لأنه ما بغى يطلقها علشان أنه ما يدخل في الحلال والحرام وحرمانها من حقها الشرعي في الورث. نادى ولده الكبير وعلمه، قال يا ولدي تراني متزوج، وترى زوجتي موجودة في إندونيسيا، ولازم أنكم تشوفونها وتهتمون في الموضوع هذا. ولده استغرب، قال يا ابوي أنت متزوج وحنا ما ندري؟ قال والله عاد هذا اللي حصل. ما طول الرجل 3 4 5 شهور وتوفي الله يرحمه. بعد ما توفي الأب، قام الولد وجمع أخوانه وعلمهم بالموضوع وعلمهم بوصية أبوه. قالوا خلاص ما في مشكلة، راحوا للمحاكم وخلصوا أمور الورث، طلع ورث زوجة أبوهم مليونين. بعد ما خلصوا أمورهم طلع ورث الزوجة ما يقارب 2,500,000 ريال، يزيد ينقص حول المبلغ هذا. فقاموا راحوا 2 من العيال لإندونيسيا، وصلوا للقرية وسألوا عن المرأة وحصلوها وعلموها، قالوا حنا عيال فلان زوجك. قالت فلان وينه؟ قالوا فلان توفي. احزنت الزوجة حزن شديد على زوجها. قالوا حنا جينا علشان حنا نعطيك الورث اللي طلع لك من ميراث ابونا. عطوها ورثها وخذوا ارقام تلفوناتها وعطوها ارقامهم، وقالوا خلاص لو احتجتي اي حاجه دقي علينا وباذن الله اللي تبينه يجيك. مشوا ورجعوا لديرتهم. يوم قعدوا لهم تقريبا 2 أو 3 سنوات، احد العيال
راح لاندونيسيا وقال خلني امر اسلم على زوجة ابوي واشوف شو الدنيا بها وش اخبارها وش علومها. يوم جاء للقرية لقاها ساكنة في نفس غرفتها اللي كانت يوم جاء الولد الا هي ساكنة في نفس البيت او نفس الغرفة اللي كانت ساكنة مع ابوه فيها اذا جاها. اللهم من عندها المزرعة حقتها توسعت شيء بسيط. سلم عليها وسولف معها. هي بالمناسبة ما تتكلم عربي ولا تتكلم انجليزي، وابوه الله يرحمه ما كان يتكلم اندونيسي، فكان بينهم التفاهم بينهم بالاشاره. قال لها انت ما شريتي لك بيت، عماره، طلعتي لحد المدن، يعني غيرتي حياتك شوي. قالت لا، انا جلست هنا عند ابوي وربعي وجماعتي افضل لي، مرتاحه الحمد لله هنا. قال لها طيب وش صار معك؟ شو الدنيا بك؟ الفلوس اللي خدتيها وش سويتي فيها؟ من باب السؤال يعني. قالت له الفلوس، طبعا يترجم لها مترجم، قالت الفلوس راحت في دربها. في وش صرفتيها؟ قالت راح. حاول انه يعرف في ايش صرفت المبلغ، ما قدر انه يطلع منها بمعلومه، فراح لابوها وسالها. قال له انا ماني بسال اني احقق معها. وقام يسال ابو البنت، يقول له الفلوس اللي جاتها والورث وش سوت فيها؟ طبعا هو ما يساله من باب انه يبي، بس من باب الفضول او انه ذا قاصرها شيء او شيء. قال له والله يا ابني البنت يوم خذت الفلوس سوت لها مركز اسلامي، بنت مسجد، سوت مدارس تحفيظ قران، ووزعت على اهل القريه مبالغ ماليه، اعطت كل بيت ما يقارب $1,000 وصرفتها بالشكل هذا. يوم جاء قال وروني المركز الاسلامي هذا او المسجد او المدارس. راحوا للمركز، الا هو مكتوب عليه مركز فلان بن فلان الفلاني واولاده وزوجته. حطت المركز باسم زوجها. يقول ولد انا يوم شفت المنظر هذا انصدمت، انه احنا يا اولاده ما سوينا الشيء هذا لابونا، وهذه الاجنبيه اللي من شرق الدنيا سوت الشيء هذا. فيقول انبسطت انا لما شفت الشيء هذا، وقلت لها اذا احتجت الزواج هذا ما نتج عنه اي اطفال. الفائده والعبره من قصتنا هذه، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى يسوقه لك وأنت لم تحتسب ولا تدري. الخير اللي أنت تسويه أو الصلاح أو أعمال الخير اللي أنت تسويها تفتح لك أبواب الرزق، مثل ما حصل مع الحرمة هذه، قاعدة تصلي صلاة الضحى، شافها التاجر هذا أعجب فيها تزوجها، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. وفاء الزوج لزوجته ما حرمها من ميراثه، وفاء الزوجة بعد ما مات الزوج وتصرفها في أموالها بالرغم من أنه حقها، يعني كان بإمكان أنها تروح تسكن في حد المدن وتعيش حياة باذخة جدا، يعني 2.5 مليون بعملة اندونيسيا تساوي شيء كثير، ممكن تسوي لك تجارة وتسوي لك أمور ما تتوقعها. وفاء الأبناء لوالدهم، وفاء الأبناء حتى في زيارة زوجة أبوهم فيما بعد، يعني مثل ما حصل من الولد هذا اللي راح لاندونيسيا على أساس أنه يسلم على زوجة أبوه، وهذا من عظيم البر. الفوائد كثيرة جدا في القصة هذه، أتمنى أنكم استفدتوا منها. اكتبوا لي كالمعتاد انطباعكم والفائدة اللي أنتم استفدتوها، ونلقاكم بإذن الله تعالى في سالفة وموضوع جديد. تصبحون على خير وفي أمان الله.